ونحقق انتظامية التزويد. اليوم الحرب على الاحتكار يعني من كهدف هي هدف سامي ونبيل، وكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة جرت وعملت واجتهدت باش تحارب الاحتكار، وأنا كنت وزير في حكومة حبيب السيد وأعرف المجهودات والحملات تقريبا الأسبوعية اللي كنا نقوم بها لمحاربة ظاهرة الاحتكار. اليوم الاحتكار موجود ونبهنا عليه قبل أن يتكلم عنه الرئيس، قلنا قداش من مرة ومعك أنت لابد أن نهيئ الأرضية من خلال معالجة مسالك التوزيع، من خلال دعم المراقبة الاقتصادية. اليوم ب 600 عون في المراقبة الاقتصادية ما تنجمش تمشي لبعيد وتقاوم الاحتكار، وللأسف ما تقاومش الاحتكار بوزارة الداخلية. وزارة الداخلية تكون طرف في هذه الحملة وليس الفاعل الرئيسي. كيف كنت في وزارة التجارة كنا نعمل حملات وطنية ونستدعى وزارة الداخلية ونستدعى وزارة الدفاع ونستدعى الديوان للمشاركة، أما أن تنطلق الحملة من وزارة الداخلية هك شفت النتائج متاحة. إذن في اعتقادي النتائج يومين بلغات تصدر في كل الولايات في كل الجهات في كل المناطق. محسن حسن اتأكد انه فما عملية حجز لكميات كبيرة من السكر من السميد دور من الكسكسي من المقارونة من الزيت وما إلى غير ذلك. هذا ما ينصفش رئيس الجمهورية ويأكد انه مقاربته سليمة اليوم. انا نقول لك الهدف نبيل، المراقبة الاقتصادية ضرورية، محاربة الاحتكار ضرورية، محاربة التهريب وتهريب المواد المدعمة جريمة كبرى لابد أن نحاربها بالتشريع وبقوة القانون. ولكن اليوم فما تجاوزات كبيرة تمت في هذه الحرب على الاحتكار. اليوم فما مؤسسات منظمة عندها التخزين، ونعرف في المؤسسات فما نسبة من التخزين لابد أن ستوك مينيموم يلزم يكون موجود في تلك المؤسسات. اليوم فما تجار يلزم عندهم أن ستوك مينيموم يلزم يكون موجود، خباز عندهم أن ستوك مينيموم يلزم يكون موجود. للأسف وقعت تجاوزات مش لازم نرجع لها لأن تجاوزات تدل مهم اللي تحكي فيه محسن حسن. وقعت تجاوزات كبرى، هناك تجاوزات ما ضبيت وضحها وديزكسيد زال قامت أثناء الحملة هذه. أنا نبدأ لك من منطلق ما حبيتش أنه الإعلان على الحرب على مقاومة الاحتكار يبدأ من وزارة الداخلية. هذا ليس تقليلا من قيمة وزارة الداخلية، ولكن الوزارة المكلفة والمؤتمنة على توفير قوت الشعب التونسي وتحقيق انتظامية التزويد هي وزارة التجارة. لذلك تمنيت لو كان السيد رئيس الجمهورية مشى للمراقبة الاقتصادية وعيت لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع وجمعهم واعلن عن قرارات لي على تجاوزات الحملة. حسن توضح ماذا تعني بالتجاوزات؟ تجاوزات لانه يعني هزوا الناس الكل في نفس الترا. اليوم فما دي ديسانت شبيهه بالافلام البوليسيه تمت على مداهمات تمت على مؤسسات محترمه، فما مداهمات تمت على تجار. يعني وزاره الداخليه ووزير الداخليه غلطوا في تونس اليوم، ما نعرفش يعملوا في الافلام. هذا تفهم من كلامك؟ لا اتهم احد. انت قلت فما اللي نقوله فما مداهمات على طريقه هوليوديه، فما تجاوزات، يعني مجرد افلام بالنسبه لي. فما تجاوزات بالنسبه لي، فما ديزكسيد زال، فما سوء فهم. لو كان الناس الاطراف اللي قاموا بالعمليه هذه المراقبه الاقتصاديه وهما اللي اشرفوا على العمليه ما كانتش تاقع تلك التجاوزات، لانهم يعرفوا ايش معناها ان ستوك مينيموم، ويعرفوا الخباز قداش يزمو فارينه والمصنع قداش يزمو ستوك من ماتير بريمير وغيرها. هذا مشكل. علاش ما تشوفش الوجه الاخر محسن حسن؟ نعم. وانت كنت وزير تجاره،